عليكم، انا سميتي اهدر زينه، وهذه دابا 3 سنين وانا كندير الدياليز في تيزنيت. والسبب ديالي انا جاني عندي الميكروب في الكلاوي من الصغر ديالي، من شحال هادي وانا متابعه الطبيب على الدياليز هذا ديال الميكروب. صافي واحد عامين هادي ولا 3 سنين ما مشيتش باقي عند الطبيب، حتى طلع عليا الميكروب القلب. داكشي علاش بديت في الدياليز، وبديت في 2019 يعني دابا هادي 3 سنين. هاد العام كملت 3 سنين. كان عندي في 2020 ملي سدوا لينا هذاك، ملي داروا الحجر الصحي، جاني شويه صعيب باش نجي من البلاد حتى لتزنيت باش ندير الدياليز، وعاوتاني باش نرجع. وعندي المشكل في الترونسبور يعني، وما بغاوش يعطونا لوبيلانس في البلاد. والحمد لله ضلات تياويل، داروا لينا شي ناس كراو لينا هنايا في تزنيت، ودزت فيه زاد 9 شهور وانا جالسه تما حتى فتح لها الثاني. وانا مشيت للخيريه، دابا كنكون في الخيريه كنقرا هنايا، وكنكون في الخيريه يعني كنقرا دابا في الثامنه، كنكون في الخيريه هناك. وهنا قريب ليا، كان قريب ليا المدرسه وقريب ليا للدياليز. الحمد لله اليوم داروا لنا هذه الحفله، فرحنا بعدا شويه وبدلنا الجو. يعني كنشكرهم بزاف، هاد الجمعيه راه الحمد لله تهلاو فينا، كل شيء زوين الحمد لله. داروا الماكله النقيه، كاين احواش، كاين يعني بزاف د الحوايج زوين، حتى من ناحيه البلاصه زوينه، الجو زوين هنايا، كل شيء زوين من ناحيه يعني كل شيء زوين من ناحيه هنايا الفندق، زعما كل شيء زوين. السلام عليكم، اسمي خديجه مسكين. كندير الدياليز هادي تقريبا غادي يكون عامين. السبب ديالي هو الطنسيو، كان عندي طنسيو من 2016 وكندوز في مراكش. مشيت ليه جوج مرات، بيت نمشي ثلاثه د الخطرات وصافي. كان كورونا ومسدودين وصافي. من نهار 26 شهر 6 2020 كنت مريضه، ومشيت لاكادير ودوزت فيه التحاليل وكل شيء، وقالوا لي راه كان عندك الكلاوي. ونهار 28 شهر 8 2020 كنت بديت الدياليز، وبقيت تماك شي 8 شهور ولا 9 شهور كنديرهم في التيكيوين. وحتى لقيت البلاصه في تيزنيس، في هنايا نيس في السبيطار. وجيت نهار 22 شهر 4 2021. هاد الخرجه جاتني زوينه، فيها الماكله نقيه وكل شيء، وكان فيها احواج. السلام عليكم، معكم دكتوره حمزه دلال، طبيبه اخصائيه في امراض الكلي وتصفيه الدم بمركز تصفيه الدم تزنيت. اليوم اجتمعنا بمناسبه السنويه الاولى لمركز تصفيه الدم تزنيت، وهذه المناسبه وعلى غرار كل عام كنقوموا بواحد الرحله ترفيهيه لمرضى القصور الكلوي بتزنيت. هاد العام بخلاف كل الاعوام، بخلاف العام الفايت اللي كان هو اول مره، بالنسبه للشريحه المستهدفه كانت شاسعه. استهدفنا مرضى القصور الكلوي اللي بالجهه، اول حاجه مرضى القصور الكلوي ديال المركز، ثاني حاجه كان مرضى القصور الكلوي اللي بمستشفى الحسن الاول بتزنيت، مرضى القصور الكلوي بجمعيه افني، وكذلك المرضى هناك تشاركوا معنا مرضى من جمعيه ماسا وكذلك من تفراوت. برنامج الرحله كان متنوع، ابتدا من الاول بنقل المرضى بواسطه سيارة الاسعاف مجهزه من المنازل ديالهم الى مقر الاجتماع اللي هو كان مركز تصفيه الدم تزنيت. من بعد تم نقل المرضى المشاركين الى عين المكان اللي هو المنتجع السياحي، منتجع سياحي اللي تقامت فيه الرحله. النشاطات اللي كانوا، اول حاجه استقبال المرضى في الدقه المراكشيه، من بعد كان بزاف الوصلات، مجموعه من الوصلات الفنيه والفكاهيه بتقديم فنانين امازيغ محليين اللي كيحبوهم الناس ديال المنطقه. في هذه الرحله استهدفنا اننا نقوموا بدعوات المرضى والعائلات ديالهم والاطفال ديالهم. يعني الخرجه جمعات اكثر من 250 شخص
مكونة من أطفال شباب شيوخ باش نقوموا بالهدف اللي هو الأساسي ديالنا هو الترويح على المرضى القصوى الكلاوي من جميع الأعمار. الخرجة استهدفت ترويح عن أكثر من 150 مريض. الحمد لله جميع المرضى كانوا فرحانين بهذه الخرجة وكانوا مستمتعين وكانوا عاجبهم الحال لأنه شاركوا كما كيشاركوا اليومية ديالهم في المرض، شاركوا الفرح ديالهم وشاركوا أوقات الفراغ ديالهم مع الطاقم الطبي والطاقم التمريض ومع أصحابهم وولادهم. يعني كان واحد الشعور سعيد، يعني كنا واحد العائلة مجتمعين كيعم الفرح والسرور وكل شيء. في المركز المرضى كيستافدوا من حصص التصفية ديال الدم وكذلك الاستشارات الطبية. نحاولوا نواكبهم على جميع النطاقات، النطاق المرض ديالهم، النطاق النفسي. وهذه الخرجة جات في النطاق النفسي، طريق الترويح لهم في النفسية ديالهم، نكسروا الكسر ديال الروتين اليومي ديال الحصص التصفية ديال حصص التصفية ثلاثة المرات في السيمانة. الو كنحاولوا نخرجوا بهم، نبدلوا لهم الجو، نحاولوا يبقى عندهم دي سوفونير زوينين حسن على الطاقم الطبي والطاقم التمريضي، من غير الامراض ومن غير التتبع الطبي. يعني يكون واحد الحياه، واحد المشاركه معهم خارج نطاق المرض. من هذا المنبر كنشكروا اول حاجه صاحب ومالك هذا المنتجع السياحي وكذلك جميع الجمعيات المشاركين والمنظمين اللي ساعدونا القيام بهذه الخرجه الترفيهيه للمرضى. السلام عليكم ورحمه الله. نشكر كني لي حديت منين كان صحفيين بعدا، كنت شكر بزاف كاين لا ديك الكعوي رشيد ارسكر حد ديالي منذ 1994 27 سنه. الحمد لله صحتي بخير وعلى خير. ارشكر جميع الامراض حتى المهم ولي مريضني حتى تني درت حسن للمريض، شكون حسيت حسن المريض عرف لك تقطيح نفسيا كل اختلين. ايوا كني المعاناة حقا انت ارسك كرات ورح السيمانة باش غصاد زود غصاد نفوغد نبدل الجو يا تقيسن ابدور تفكرت غير حال مريض يوميا 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 اشكو بنادم نفسيا صحة مريض يشقى مالي الرحلة دو لا زود غيكا داري تفركي بزاف فاري تطرف وما دور راسي تزاد المعنويات نس من زنيد وجي لما يسنس كنزود الخارجيات وجي وكتلي الحمد لله غير امادو حتى تان يسحسا بزاف يسلا ما فلاس ما يقرب هنا زوج حيت حساس المعاناة نس حياتنا كلية على حسب كليا كيجلس ستي تفكر فهمت كليا تختلي نس نفسيا سيد لا ما يكيتيني هون كي بالعكس انا عاك 27 سنة يا الحمد لله عندي ولاد ديالي خدام بخير وعلى خير بحالي انا ما كنتفكرش من الصراحة ديالي حتى النهار ديالي كنمشي وكندير الحصه ديالي وكنخرج وكننسي عاوتاني وكل وكان لا كان واحد كيقول لك علاش مريض الا ما كيتيني نكي علاش مريض حاري تفكر في لاسي تختار غايا لا نقسمي نداح لي حسن العوان على حسب اشكو ديالي اختي لي الماديات نسي خصك بزاف سيتوري حدا كل لا ميتيول حدا كي لا غراميد اتي لبعض بعض الحوايج نتسكر غير الدوله سيتو نكري حتى زنيت بعدا راك تهضر في زنيت فهمت اشكو لا نتقيس الدواء غلا التحاليل غلا خصها يدار كادير خصها يدار المصاريف اللي حسن العوان وين الدارين لا ميديول ماشي بحال الرميد يشقى شويه دغاي ديزرين كرفص الميد كتير تخلص حال الجيو بنسن بزختينا ميد نزرين بعدا المعاناه هاد الخلاص فهمتي لا غير الرميد ماشي بحال باش ميد خصها ما تتعاون حلا دويه خصها تنسرح الجيب بنسن لا دويه غلان فهمت لا دويه لا نقيس غلان الا ما يقلي ما داروا لي اللي ما سوتنا كيستغرق قيسني تسامح ماش بتني تعاون دي حلنت غير الجمعيات هادي يعني كل شيء ارشيات كافين في زود غي كانينا مصدان در استعاونا ارنت منا دي لينت بزاف الجمعيات دي المسؤولية حتى تني ادرانس ستور حقيد حلباديات ما يتسم ايوا تزرح لي مرض فرحان بزاف وجو فورني لما جوري فور مسكينة ريت فكار ديما ديالي ستيقمي ديما ديالي ستيقمي وجي فورس تماني يعني تي راي دوس ماني اراك تيني ماني حد سكرح ديالي اكسنت باش نكي من ارا سنتيني عورتيني مريكنا شغل الناس ديتي لاكيس ديالي فور صرت كي دير دوكا ناك طاف العائله كنت مهندس دورت اشكو غادي حد تفوجت وراسو تفكرت حال المريض يحت كوستي قمي تي قمي ديالي زرت فكرت بزاف راه فلاكي طار الخير عندي
وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.